السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتور ناصر حمصي من مركز بيت الأسنان. بيتكم التالي، اليوم موضوعنا كثير حلو ومهم عن أحدث جهاز في عالم طب الأسنان. طبعا هذا الجهاز عبارة عن 3D سكانر، يعطيك نتيجة الحالة تبعت المريض قبل وبعد بجلسة واحدة. يعني فقط بناخذ 3D سكانر للاسنان وبعدنا ناخذ ال 3D سكان تبع الاسنان بنشوف النتيجه قبل وبعد. حناخذ طبعا اليوم كان عندنا عده مراجعين وديمو سيشن فوق للمراجعين، ما شاء الله تبارك الرحمن معظم المراجعين ان لم يكن اغلبهم كان كثير مبسوطين بالنتيجه تبعتهم، خصوصا مراجعين تقويم الاسنان. مراجعين تقويم الاسنان دائما بيقعدوا بيتخيلوا الحاله تبع تقويم الاسنان انه بعد 6 شهور وبعد سنه وبعد سنتين شلون راح تكون النتيجه، هل النتيجه راح تكون مرضيه، هل فعلا بنقدر نحل مشاكل الروتيشن ومشاكل الاطباق تبع الاسنان. اليوم نحن حناخذ مثال من الامثله تبعت المراجعين تبعات اليوم، حنشوف بعيننا النتيجه تبعت قبل وبعد. طبعا نحن هون بنفتح اخذين اوريدي الفريدي سكانر للمرضى واستأذناهم كمان لشرح الحاله تبعت المريض. اليوم راح نشوف الحالات قبل وبعد. الحلو بهذا الجهاز بسيط جدا، يعني انت من غير حتى ما تستخدم الكهرباء بيقدر الجهاز لعده ساعات يشتغل. وطبعا يفضل دائما تتركه على الشاحن لو كنت قريب. هون طبعا بدأ الجهاز يشتغل، بدأ يعمل أبديت. أوكي نحن جبنا الحالات اللي سويناهم، هون لسه عم بيورجيك نفس ما أنتوا شايفين 50%، هون عم بيقول لك خلال تقريبا 7 ثواني إن شاء الله راح يشتغل الجهاز ونبدأ نشوف. طبعا الحلو إنه لو كانت النتيجة ما عاجبتنا أو بدها تعديل أو بدها تظبيط أكثر من النتيجة اللي هي البعض، كمان نقدر نظبط ونعدل ونسوي اللي بدنا فيه. طبعا هون نفس ما شايفين الاطباق والحالات، هون تحولت الحاله كامله بالجهاز للانيميشن. نفس ما شايفين الانيميشن تبع الاسنان صارت واضحه نفس ما انتم شايفين. هون كمان شوي طبعا هو عم يحمل 73% 78%، موضوع الانترنت كمان بيتحكم. هون حنشوف الحاله هي قبل وبعد. طبعا سوري طبعا هون بنظره سريعه واوليه لو نحن كبرنا تفرجوا انتوا باول نظره شلون الحاله كانت ديب بايت عضه عميقه نفس ما نحن شايفين، شلون انرفعت الحاله لفوق. يعني اليوم نحن انحلت المشكله الديب بايت بثانيه واحده، اليوم الفراغات اللي كانت بين السنترال واللاترال كمان انحلت. طبعا عدا ذلك موضوع الكراودنج الموجود باللور جو وباقي المشاكل فيها بالاوكلوجن من ورا نفس ما شايفين، رح نتطرق ونحكي ونشوف مع بعض الحل والمشاكل تبعت عدة حالات بالفيديوهات. بس خلينا نبدأ لو سمحتوا أستاذ مصطفى مصورنا الغالي، بس إذا في مجال تقرب شوي بحيث نشرح الآيكونز تبع البرنامج. نفس ما هون شايفين نحن هون لو كان في موضوع الروتيتد أو الكذا، إذا بدك تقلب الهي أو تحركها نفس ما نحن شايفين، نحن طبعا بنفضل الروتيتد بحيث انك تحرك الحالات. طبعا هون اذا بدنا ادجست، يعني اذا بدنا الادجست اوتكم لو بدنا نحن نظبط شيء على كيفنا فممكن نحن نظبطه. هون طبعا تفتح الحالات نفس ما نحن شايفين، الحالات اللي هي عباره نفس ما نحن شايفين هون، الحالات اللي هي انك تفتح الحاله من بعيد. هون طبعا السيف، هون لو بدنا نعمل شير دايركت للمصنع، هون الاي بي ار لو بدنا نسوي ستريبنج او اي بي ار، هون لو بدنا بس صوره الفك العلوي اوكي نفس ما نحن شايفين، هون لو بدنا نشوف الفك السفلي نفس ما نحن شايفين، هون موضوع المكزيلا وهون موضوع المانديبلا. طيب خلينا نطبق بشكل عملي هون الاوكلوزر. اوكي طيب خلينا نطبق بشكل عملي. نحن اليوم لو عم نشوف الحاله نفس ما نحن شايفينها قبل وبعد، تخيلوا انتم النتيجه ما اجملها. يعني تخيل انت الديب بايت اللي شايف شلون انت موضوع اللثه اللي نازل الديب بايت، شايف شلون الاسنان، هل واضحه عندكم بالكاميرا الفرق بين الاسنان؟ يوم نحن لو جينا نشوف الاسنان حتشوف انك انت اليوم بنظره اوليه لو كبرنا حتشوف انت كميه العلاجات واللي انحلت قبل وبعد للمراجع، شلون اللاترال
هون سكر الفراغات، عدل نفسه الطرف الثاني كمان تعدل اتظبط، هون الاسنان اللي كانت متداخله ببعضها انصف كل سن. طبعا هون بالادجست راح نبدا نحل شويه هيك نقاط بسيطه بالاي بي ار بين الاسنان، نصفهم ونرتبهم. الحلو بهذا الجهاز عم بيعطينا كل شيء بدنا اياه نفس ما نحن شايفين قدامكم، شايفين شلون؟ طبعا نحن لما نحكي على الابر تفرجوا على الابر بس، اوكي خلينا ننزلها بالنص، اوكي نفس ما نحن شايفين بالابر شلون نحن اليوم الاسنان من جوا، شلون الاسنان متداخله، شلون الفراغات اللي بين الاسنان كمان تسكرت وتزبطت وتزبط الاطباق. طيب خلينا نروح مع بعض يا اخواني اخواتي على موضوع اللور جو او الفك السفلي. يوم الفك السفلي نفس ما حكينا، نفس ما انتم شايفين الكراودينج ما في اماكن للاسنان، اليوم كان في كثير علاجات كان ممكن يحلها او تاخذ وقت مع طبيب التقويم، اليوم اعطاك الحل. اوكي عباره عن، خلينا نطلعه شوي لفوق، اوكي خلينا نطلعه بعدين اليوم نكبر شوي هاي، ثواني بعد اذنكم. طيب هون نفس ما نحن شايفين الموضوع شلون الفك السفلي الان صار الازدحامات اللي نحن شايفينهم، الكناين اللي ما له مكان، الانتيريور لاترال من الطرفين ما لهم اماكن، اليوم شلون نصفه بطريقه كتير حلوه وكتير ظابطه. شايفين شلون صاروا على وان لاين، الكيرف اوف سبي كمان كتير واضح وممتاز للاسنان. طيب في حال نحن بدنا نظبط اكثر، بدنا نغير نعدل نظبط، ما عجبنا شيء بدنا نعدل شيء، كمان لك الحلو انك انت هون نفس ما نحن شايفين استاذ مصطفى، لو قربت على الادجست كام هون بيعطيك بقى الحاله اللي هي النتيجه بعد انك تقدر تظبط وتعدل فيها. يعني مثلا خلينا ناخذ البريمولر هون، لو انت مثلا بدك تقدمه ترجعه بتقدر تعمل، طبعا هون موجود اكستروجن انتروجن تقدر تحرك وتظبط فيه على راحتك. اوكي حتى لو بدك تاخده على اليمين او اليسار تسكر فيه الفراغات او غيره. طبعا هون خلينا نشوف هون لو بدك حتى تعمله وهيك، طبعا يعني نفس ما انتم شايفين موضوع الاسنان. طيب نفس ما حكينا هون على موضوع الروتيشن، حتى يعني خلينا نقول ابر او لور، هون نحن باللور نفس ما كنا عم نحكي على موضوع الروتيشن، تقدر انت تتحكم بالاسنان وتظبطها نفس ما انت بدك. يعني اليوم العلم تطور كثير كثير، نفس ما شايفين هون بتقدر انت تتحكم، المراجع تبعك هو اللي يشوف الحاله قبل وبعد، هو اللي يعطيه النتيجه، بتقدر تظبط الحاله نفس ما انت بدك، كاني اسنان المراجع قدامك لكن على طريقه الثري دي سكانر تظبطهم وبعدين تبعت للمصنع، بحيث المراجع يكون عاجبته النتيجه، انت عجبتك النتيجه، الاثنين انتم مقتنعين بيبعتوا لكم بعد هالمصنع عباره عن فيديو قبل وبعد بتشوفوا فيهم النتيجه اللي بترضيكم. في حال كانت النتيجه ممتازه بتقدروا وقتها بهذاك الوقت انكم تقولوا لهم كونفيرم ويبعتوا لكم، يعني في حال كان عندكم اي ملاحظات تقدروا تخبروهم ويرجعوا يعدلوا لكم اياها. يعني طبعا هذا شرح ان شاء الله يكون فاتكم، نفس ما قلنا نحن هون الشاشه من فوق العباره عن 3 دي سكانر من تحت، هي طبعا بين كل مراجع بتغيرها وبتركب وحده جديده. طبعا اللي عنده اي اسئله لكم بيقدر يتركها بتحت الفيديو او يسالني على رقم رابطه اطباء الاسنان العرب. هذا الفيديو لرابطه اطباء الاسنان العرب ان شاء الله، ولجروبات التقويم اللي موجوده عنا. كان معكم الدكتور ناصر حمصي من رابط اطباء الاسنان العرب، يعطيكم العافيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عدد خلقك وزينه عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، وسبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.